آخرة تولين بكري بالفقرة الأخيرة. تولين خايفة من آخرتك؟ لا ما بخاف من الموت لأنه حق علينا من الموت. الموت بحد ذاته ما بخاف، بخاف إنه انتكس صحياً قبل الموت. قبل ما تجي آخرتك بلحظات، قولي لي بكل صراحة، خايفة تنحطي بدار العجزة؟ وهيدا التفكير بواردك يعني على طول بتفكري فيه؟ ايه مزبوط. ايه؟ مزبوط، بخاف انحط بدار العجزة يوما ما، لأنه قلت لك ما في أرضية للأمان بشي. أبدا. اليوم ما عندك أمان؟ هل قد الأمان رايح بحياتك؟ الأمان بالله، بس الله معي، وهذا بكفي أكيد وبيوفي، بس لا ما عندي سند، فبحس إنه ايه بخاف يوما ما أصفى كثير لوحدي أو بدار عجزة، إيه بخاف، عندي هالشعور. طلال الله يخلي لك إياها. الله يسلمك. ولولوا الله يخلي لك إياها. وجودي الله يخلي لك إياها. إذا هلا نقال إنه حتجي آخرتك، قربت آخرتك تجي، رح يكونوا حدك؟ عبالك يكونوا حدك؟ إذا عبالك يكونوا حدك وبليز ما تكسفيني، عم بطلب منك ما تكسفيني، طلعي بكاميرتك واطلبي هيدا الطلب انه قبل ما تجي اخرتك يكونوا حدك. بليز شو انت تمام؟ بليز ما بدي احكي عنهم. ما تحكي عنهم؟ ما بدي احكيهم قدام الناس. حقك كأم لا قبل ما تجي اخرتك تموتي، عم بسألك سؤال، عبالك يكونوا هن اللي حدك؟ اكيد ما عندي امنيه اكبر من هيك. طلبي منهم بليز كرمالك، بتمنى، مع انه ما بحب هالموقف وبعرف انه انتو كمان ما بتحبوه وما بتحبوا ينحكى شيء على التلفزيون عن حياتكم، بس انتو بتعرفوا تمام وشفتوا امكم شو عاشت، وبتعرفوا تمام وبتحسوا قد ايه انا بحبكم. وعندي طلب واحد قبل ما اموت دائما بقلكم اياه على الواتساب وبطلبه، انه انا اشوفكم قبل ما اموت وتكونوا بخير، بس ساعتها بموت انا ومرتاحه. لما بتجي اخرتك ايد مين عبالك تكوني ماسكه قبل ما تودع الحياه؟ بعد ولادي ايد ماما وبابا. طيب تولين، لو خيرك ملاك الموت بينك وبين واحد من ولادك شو بتقولي؟ واحد من ولادي؟ ايه الثلاثة واحد. بينك وبين زوجك الاول وزوجك الثاني، مين بتختاري؟ بين الاثنين، زواجك الاول او الثاني؟ لهاد. مين؟ لهاد ولهاد. اف لا أكيد لا. تتمني الموت لاثنين؟ لا أعوذ بالله، ما بتمنى الموت لعدوي. أعوذ بالله، الله يطول بعمر أبو أولادي تحديداً. الزواج الأول؟ إيه. الله يطول بعمره ويخليه فوق راسهم، لأنه فعلاً بحبهم وحاميهم يعني. قد إيه أنت وفية؟ لا أبو أولادي. قد إيه أنت امرأة حقيقية؟ أبو أولادي. منك امرأة مخادعة. اللي عملتيه ما حدا بقول هذا الحكي من بعد اللي شافه، عامل كثير ذنوب. ما في حدا مو عامل ذنوب. قد إيه ذنوبك؟ ما بعرف، هدول عند الله هو قديه؟ بيعرف. طلب السماح من رب العالمين يا رب. بتمنى اذا ذنوبي كثيره. اعطيني ذنب. ذنب؟ ايه تتجرأي تقوليها على الهوا. قطعت كثير اوقات صلاه ما صليت فيها. تولين قلتي لي اذا بدك الله يسامحك على شيء هو انك وقفتي صلاه. ما وقفت نهائي، بقطع. بس وقفت كثير. روكز من رمضان مدير المسرح، بدي له مرسي، بدي اطلب منك تاخذي من روكوز اللي حيسلمك اياه، وبدي خبر الناس انه حضرتك حجه وعامله عمره. عامله عمره. وبدي اطلب منك تلبسيه على الهوا. ايه اكيد بلبسه اكيد، بس ما بحب الاسود، بيقولوا فال ما حلو. لابسه اسود؟ ما بحب الغطا الاسود، بيقولوا فال ما حلو. هلا كيف بدي احطه؟ حجيتي؟ عملت عمرة أنا، كنت أتمنى. وعملت عمرة؟ لا ما حجيت، عملت عمرة. أيه. كنت أتمنى أني حج بس ما ثقبت. مع أنه كان عندك كثير وقت. لا كنت دايماً حبلة، جبت أربع أولاد. أصلاً عليك ما كنت فاضي. ما قدر روح الحج، ماني فاضي. كنت معي. قولي يا ربي سامحني على شو أنتو عم تلبسي. يا ربي سامحني أني أنا إذا قصرت بحق رب العالمين ما صليت. عندي قناعة برجع بقول إنه ربنا رب قلوب، في ناس كثير بتصلي وبتطج وبتركع وما لها علاقة بالإيمان. أنا بحس إنه الله كثير أرحم من إنه يحاسبنا على البكلة مثل ما بيقولوا. فإذا هذا ذنب
بتمنى يا رب يسامحني اني قصرت بصلاتي. تولين من الخطايا العشرة شو كانت خطيتك؟ حب. الحب؟ اني حبيت. ليه ربنا بده يسامحك؟ لانه ربنا رب قلوب بيعرف قلبي، لانه انا كثير اولا مرضيه كثير كثير كثير، اهلي رضيانين علي وبيدعوا لي دائما. ثانيا كثير ما بصير احكي عن حالي ما بحب، بس كثير مؤمنه كثير طيبه، فبحس انه الله رح يسامحني لانه انا من جوا عندي راحه نفسيه. تولين بدي اقول لك انت حدا كثير بعقد، وشكر كثير كبير لحضورك الليله وجيت من سوريا للبنان لتكوني ضيفه بهيدا البرنامج، وبتمنى ما اكون زعجتك. جمالك جمال رائع جدا. شكرا. مزبوط مش عامله تجميل؟ لا والله ماني عامله، عامله الروتوش يلي اي مره بتوصل لعمر بتعملون بوتوكس. شغلات بسيطه بس جراحه تجميليه بحياتي. جمالك لمين اليوم؟ هلا الفستان بدي اشكر بسوريا بوتيك فاشن اند مور للازياء لصاحبته سيده الاعمال لمره هونجي، تحيه كبيره، بشكرها على اللوك الحلو. وبدي اشكر كمان انه هون بلبنان صالون راني المصري. كمان انا بدي اشكر علي يحيى اللي بيهتم لي بشعراتي، صالون علي يحيى. يعني راني وعلي نفس الشيء نفس الصالون، بشكرهم كثير. وهي الانامل الذهبيه هي اللي عملتني طالعه بهاللوك الحلو. بس انت كثير حلوه كمان، وشكرا لراني المصري اكيد، صالون راني المصري ولعلي كمان. شكرا كثير كبير لحضورك، شكرا لمتابعتكم، بعرف انه حلقه كانت منا هينه ابدا. اللقاء الأسبوع الجاي، كونوا على الموعد بحلقة جديدة ومع ضيف هالقد مثير للجدل. تصبحوا